والنهاردة السيد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين أعلن من خلال مؤتمر صحفي عن إطلاق المؤسسة المصرية لحماية الدستور، وقال إن الهدف منها التوعية بمبادئ الدستور والحفاظ على روحه في إطار العمل المدني والحق الأهلي طبقا لقانون الجمعيات، وإن المؤسسين قرروا عرض البيان التأسيسي للمؤسسة على رئاسة الجمهورية وعلى رئيس مجلس النواب وعلى الوزارة المختصة وهي وزارة التضامن. وقال برضو إنه إحنا عايزين نرجع لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام البرلمان المصري باحترامه للدستور والتأكيد على ضرورة تفعيله، علشان كده إحنا مع الرئاسة في قارب واحد بنسعى لنفس الهدف وهو تفعيل الحقوق والواجبات التي يحتويها الدستور. وقال إحنا طالبنا وبنطالب بالرصانة والتعقل فيما يخص تعديل الدستور. بهدف حماية الدستور المصري الذي وضع بعد ثورتين عظيمتين، انعقد اليوم المؤتمر الأول للمؤسسة المصرية لحماية الدستور التي تضم عددا من النخبة السياسية والصحفية والخبراء القانونيين للإعلان عن تكوينها كمؤسسة أهلية تستهدف الحماية والتعريف بالمواد الدستورية وتفعيلها. تهدف المؤسسة المصرية لحماية الدستور إلى التوعية بمبادئ دستور 2014 وأحكامه والدعوة إلى احترامها واقتراح سبل تفعيلها. المؤسسة تستهدف تكوين كيان اجتماعي وظيفته منع خضوع الدستور لأهواء أي جهة أو جبهة سياسية أو حتى الانسياق وراء توجهاتها. هي مؤسسة أهلية وفق القانون، هدف الرئيسي هو حمايته والتوعية بقيمه وأحكامه وروحه والعمل على إنفاذه، لأن الحقيقة ما فيش مستقبل لمصر إلا إذا استندت دولتها على الشرعية الدستورية. بادرنا بأنه نعمل هذه المؤسسة الأهلية حتى نمرة واحد نوعي الناس في أمر مهم جدا يتعلق بالتوعية، توعية بقيم هذا الدستور ومبادئه. ظهور بعض القوانين التي تخالف مواد الدستور وكذلك الدفع القانوني بعدم دستورية بعضها ونظرها أمام المحكمة الدستورية العليا من أسباب التوجه نحو تكوين هذه المؤسسة بشكل رئيسي. تكوين المؤسسة المصرية لحماية الدستور يأتي بالدرجة الأولى حتى يكون هناك ظهير اجتماعي لحماية الدستور المصري، وكذلك لوضع أجندة دستورية أمام مجلس النواب كي يطلع بوضع قوانين بما يتوافق مع الدستور المصري. محمد الريس، الحياة اليوم.